فحقوق الخلق لا توبة منها إلا بردها أو عفو أهلها إن كانت مما يرد. سرقت، غصبت شيئا مما يرد، لا توبة إلا بالرد أو عفو أهلها. وإن كانت مما لا يرد كالسب والشتم والغيبة ونحو ذلك، إن علم صاحبها فلا توبة إلا بأن تطلب منه السماح، وإن لم يعلم ولم تخش فتنة فلا بد من طلب السماح منه. وإن خشيت الفتنة فإنه يكفي أن تدعو له وتذكره عند من ذكرته عنده بسوء بخير. إذا حصل هذا يذهب الذنب كله.